نش عبد المجيد عزوزي استاذ وخان هارسي حسيمه استاذ ديالي كنضم الرحالات وكنخدم في الحمد لله ضيفنا صديق ديالنا سي كريم السلام عليكم كيفكم كريم طلعي حس فيديو جديد تمني غاتيرين بخير وعلى خير الصحة المليح إن شاء الله نهار سدكم تقدميشو فيديو شاطئ بادس شاطئ اللي نتعتبر أجمل شاطئ ذاك الإقليم الحسيمة نهار فيديوتين عدنا ذاشن الضيوف نترحب الزكسان ذيني نوار انسان خلب حار نفاس ونزونا يتواصلك باب المطعم ويتين النمرة يساتي في صندوق الوسمة رزوا ذي راح نفاس يدوم وندا يقول انت لا إلا يسبز في السنة يدوم وندا خل ماكلة استيستوجد يجي الإنسان مجيد يجي الإنسان طيب لعمر سلعة وصراحة من المرة نروح الغرس المطعمينس يتكرمنا أشحف الله تعالى ومثنا مجيد نتقاديش تخدمنا كيدس الله يعمر سلعة نهارا نسوجد تواجدنا سلبوري الضيوف ضمان تنخسن الضيوف مواسقا وينتي البحارة السازي المنطقة نبادس مواسقا تواجدنا توقن سرب صر الزبيب طوماتيش الفرفر التيشات درق صبور العطرية نسن أقاكم تواجدنا الضميتنا سلمانا 80 درهم الثمن جد مناسب مرحبا بكم سن الجميع وني خصني شي حاجه غننطق يسر مع النغني تكميرون تكدانتين تكسامان تكمغاسقاني ناس باديخو المهم اي نوع وسرم وحده الجن شي طاجين نخشي المهم بلانتا مخمد خصني نحنيو من مراكي لاشين وحده الجن شي حاجه غادي تصل لكينا مرحبا بكم سن الجميع نش عبد المجيد عزوزي استاذ وخان هارسي حسيمه نهار خسارة بنتي في نتيجة في بادس نزار بنتي ذاك زيت من بادس زفنا ذاك زيت هذا زقامي الجزء زي العوفة دي وبيع في المقا نتيجة ذاك زيت تاريفيت حقت جان حدود نبق خويا ذاك الطف نسل بينا قل قرن 16 طفنت إذن في إسبانيا زيرو خنيك وصديق نشيق عاد روح أقاتل خارج تسبالي أقاتل خازار خليل بحب ناس لاني تي تزدو ناتو وعسكري قارك قارك قام منوع سنو خامل منوع لنا اللي شاقا نظر تيك الموت ما يقارك منوع نسل بأن ومي توقف ذك زيات مبادس زيرو خنيك إلى النهاية ندين دنبادس ندين دنبادس قانش جديها كامل ندين دنبادس إلى الشان غمقران نمتثل جان المرسى الدولة المغربية كيفاس السيرة توقع التجارة جان المغرب وخر أوروبا تكمل جان داخل المغرب إلى تسساز المدينة كيفاس ومتوطف قينا في القرن 16 لو خيف نيك إن نقر لأن من ضمن نقر وسكور قاعدين يتوقع عندك يبتس نقر وسكور لأن دين دلبادس روح نيك في نبوث وشكم شيء روح قاعدين شوية ترميم دعان شوية نسواي ناس شوية نبواتي ناس شوية كتابة ولكن تسمعنا ندين تم قران من بعد تندين تم قران دون نكوخ وقال السنبينة قد كمال بالقرن لكي القرن 13 روح نيك تبعيتي تندين دين بعد ستاتيكي تشكال تسمعنا ندين تم قران دعان وشين من بعد دياس روح نيك وسكور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شرفنا بسمية ديالك معك أمين من كازا تقريبا ثلاث المرات اللي كنجينا هي لباديس الصراحة الله ثلاثة المرات اللي كنجيو ما كرهتش مازال غادي نجي ان شاء الله الى غور الله بالامور بحكم كاينين الناس هنا واحد عندهم واحد حس استقبال واحد طيبوبة بالاخص الناس ديال الريف على عامة كنبغي نوجه لهم التحية هذه تحية بيضاوية للناس ديال الريف تحية رجاوية هما راه كيبغيو الرجا وكيموتوا على الفرقة ديال الرجاء واش حنا هذاك الشيء باش كنحبوهم وكنحبوهم كثر وكثر صراحة كنجيو الصراحة في الله كيتهلاو فينا الناس اللي عارفين حتى انا الا بغيتي تجي
بالنسبه للدراري اللي كيبغيو يتريبيو كاين واحد لا زون كتمشي كتقدر تحط لا طون ديالك. كاينين هنا عاوتاني ناس كيجيو عائلات، كاين ديور هنا كيتكراو، كاين مطاعم، كاين طبعا واحد الدري ما جيت وسط الدار الصراحه الله عندهم طويجنا زوينين، مساء زوينين. كنصح اي واحد شاف المغرب هذا ما ينيش ويتوكل على الله ويتجه لباديس. باديس منطقه زوينه وان شاء الله قدامنا هذه الحجره ما كرهناش، من هنا لقدام ان شاء الله نحرروا ونرجعوا لبلادنا اللي هي المغرب. السلام عليكم، مرحبا بكم في المنطقه ديال باديس، منطقه رائعه جدا. انا بالصفه ديالي كنضم رحلات وكنخدم في المجال السياحي في المغرب، كنشجع وكنحبذ انني نخدم دائما على المنطقه باش الناس يكتشفوا المنطقه ديال باديس. والحسيمة عامة الحرة فيها رائعة بزاف، الماكلة زوينة، التعامل زوين، الناس الصراحة مازالين على الطيبوبة وعلى الطبع الأصلي ديالهم، ما تلقاوش مشكل لا في التوجيه لا في الطريق لا في أي حاجة. و بغيتوا اي معلومات تصلوا هي بالصفحه ديال لاشي يوجهكم معايا كانت اي معلومه في المنطقه ديال الحسيمه والجوار. شكرا لكم. السلام عليكم اخوان ديالنا، تحياتي، كنحييكم من هنايا من بالضبط جزيرة باديس. الحمد لله ضيفنا صديق ديالنا السي كريم، كنحييه صراحه الله. المهم من الاساس العموم لوتو احنا الان متواجدين بالضبط في جزيره باديس. جزيره باديس اللي هذه عام اللي جيت ليها لهنايا ان شاء الله، يعني من كتعتبر من احسن البحوره اللي كاينين في المغرب صراحه الله. كنصحكم انكم تجيو تشوفوها، ديروا لا روندوني، تزوروا هاد المآثر ديال الله عز وجل سبحان الله العظيم العظيم الخالق. البحوره ديالها زوينين، كاين شي حوايج يعني بصراطه اللي خاصهم يتصلحوا فيها، ولكن اغلبيتهم اغلبيه ديال الحوايج هنا زوينين. ناس كرام، مضيافين، تعامل زوين، طيبين، شحال من حاجه كتخليك انك تولي تزيد تزورها مره واحده اخرى، وتجيب عاوتاني صحابك ولا تجيب لا فامي ديالك وتجي تزورها هنايا صراحه الله. مهم الحوايج اللي ما عجبونيش هنايا صراحه الله، كاين نقص يعني في لي ريستورون، كاين نقص يعني في بحال دابا بغيتي تاكل شي حاجه محتاج انك دير شي حاجه. المهم شويه ولي دوش عاوتاني كذلك، خاص ضروري شويه المرافق عاوتاني الصحيه ولا بد. لا خطاكم شكرا، هاي المعجبين هادو الله يجازيكم بخير، نوبة تلبسلو علينا شويه ولكن هانيه تتوقع. المهم كنحييكم كاملين صراحه الله ومرحبا بكم، وزور هاد المنطقه هادي صراحه الله. نفضل السي كريم، لا خطاك، شكرا لكم، الله ينورك، ساعه سعيده، الى اللقاء. سياد مرحبا بنا، السلام عليكم، ومعكم عمر من مدينه فاس. وهذا نهار كبير وشرف لينا، جينا لهذ الجزيره ديال باديس اللي هي جزيره رائعه، جينا عند الناس اللي زعما عندهم واحد حسن الضيافه وحسن الكرم، كبروا بينا اللي كبروا بهم، داك الشيء عندهم طوب، خصكم ضروري تجيو تزوروهم، تاكلوا عندهم طاجين، تاكلوا عندهم مشوي، سادين مشوي، داك الشيء رائع. وجينا لهذ البلايه هذه الرائعه بزاف اللي الصراحة ما سخيناش نغادروها أو نخرجوها من البلاية ديالها، لأن العومة فيها شي حاجة ناضية. وهاد الجزيرة وهاد المنظر البانورامي اللي كيلفت الانتباه، كنانسيستي وكنصحكم باش تجيو تشوفوا هاد البلاصة لأنها بلاصة توب فريمون توب. تحياتي ليكم هاد المنبر، وتحية لولاد فاس ولاد الشمال ولاد الريف جميعا، معكم عمر. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. شرفنا بسمي ديالك. اسماعيل. من كازا. مرحبا بالناس كازا. بارك الله فيك. وكيفاش جاتك التبحيرة هنايا؟ وكيفاش كيفاش تتعاملوا مع هاد الناس هادو من هنايا؟ التبحيرة هنا ما نعاودش ليك، التبحيرة زوينة ما شاء الله راه. وهاد الناس هادو الحمد لله عندهم حسن الاستقبال، استقبلوك بواحد طريقة جميلة اللي تتخليك تعاود ترجع لهاد المنطقة مرة أخرى. واش أول مرة جيت للبلاصة هادي؟ اول مره واش جيت مع الصديق ديالي سبق لي تهول جلاله. واش غادي ترجع باقا ترجع؟ اوبليز انا ما كرهتش ما نرجعش كاع للكازا، نبقى لنا معاهم. مرحبا بك، كلشي موجود الحمد لله. مرحبا بك في باديس في الشاطئ ديال البقيوه. بارك الله فيك، الله ينورك، الله يحفظك، الله يحفظك خويا.